النهارده هنتكلم عن موضوع من اهم الموضوعات المطروحه في الساحه الاثريه. هنتكلم عن موضوع تكنولوجيا ريموت سينسينج والكشف عن اسرار مصر القديمه. معلش انا ما جبتش البرنيطه بتاعتي معايا. الساعه 10 الصبح بس مش النهارده، كان يوم 4 نوفمبر يوم السبت سنه 1922. تم الكشف عن اول درجات سلم المقبره. دي كانت اول تويته بمصطلح العصر الحالي اطلقها عالم الاثار الانجليزي كارتر اثناء رحله البحث عن مقبره الملك توت عنخ امون. من حوالي اكثر من 100 سنه فاتت كان في مصر عدد كبير جدا من علماء الاثار الاجانب، اغلبهم كان عنده حب وشغف للحضاره المصريه القديمه، لكن كلهم كان عندهم هدف واحد، هو البحث عن اسرار مصر الفرعونيه. كارتر كان واحد منهم اللي اصبح بعد كده اهم اثري موجود في العالم، لانه كان عنده حلم هو اكتشاف المقبره الملكيه المفقوده بمنطقه وادي الملوك بالاقصر. سنه 1914 بدا كارتر رحله البحث عن المجهول. بدا رحله البحث في منطقه وادي الملوك، فضل حوالي 7 سنين مستمر في عمليه البحث، ولانه كان بيبحث عن المجهول واجهته صعوبات كتير جدا، لكن دايما كان بيقول I need to finish what I started. كارتر كان مجتهد بس في نفس الوقت كان محظوظ، لانه في الاخر قدر يكتشف ويحقق حلمه، قدر يربط اسمه باعظم اكتشاف في العالم كله، اكتشاف مقبره الملك توت عنخ امون. ليك انت تتصور اي واحد في العالم لو جه يفكر في مقبره توت عنخ امون لازم يفكر في اللي اكتشف المقبره اللي هو كارتر، او جه يفكر في اللي اكتشف المقبره كارتر لازم يفتكر توت عنخ امون. زمان كانت الحفائر في مصر بتتم بطريقه غير اللي كانت بتتم بيها دلوقتي، كان بتعتمد اعتماد كلي على المجهود البدني وبتعتمد على الحظ. كان ممكن عالم اثار يفضل شغال في الموقع الاثري، ممكن يفضل شغال مده كبيره جدا على امل ان هو يلاقي كنز او يلاقي اكتشاف اثري يدخله التاريخ. للاسف الوضع دوت فضل مستمر لفتره كبيره جدا، لكن مع مرور الوقت تدريجيا بدات الفكره دي تتغير لما بدا استخدام التكنولوجيا في المجال الاثري. في مجموعه كبيره جدا من التطبيقات اللي احنا استخدمناها في الاثار وارتبطت بعمليات البحث عن اسرار مصر الفرعونيه. في البدايه خلينا نتكلم عن ريموت سينسنج. ده واحد نايم. انت لا عشان تستخدم ريموت سينسنج او عشان تعرف يعني ايه ريموت سينسنج ليك انت تتخيل انت دخلت الاوضه بتاعتك لقيت اخوك نايم. عايز تفتح النور بس انت خايف تفتح النور عشان هو نايم. عايز تتاكد ان هو نايم ولا مش نايم. هتقرب منه وتبص في عينه، لو اتاكدت فعلا ان هو نايم هتبتدي تفتح نور الاوضه. انت كده استخدمت كونسيبت الاستشعار عن بعد. انت استشعرت ان اخوك نايم من على بعد من غير اي تلامس بينك وبينه. وهو ده كونسيبت الاستشعار عن بعد اللي احنا بنستخدمه في المجال الاثري. كونسيبت الاستشعار عن بعد بيهدف الى جمع المعلومات والبيانات عن الاجسام من مسافه دون اي تماس فيزيائي. تطبيقات التكنولوجيا المختلفة لعلم الاستشعار عن بعد تستخدمها مجالات كتير جدا، منها البحث عن البترول، البحث عن الغاز، البحث عن المعادن، والبحث عن المياه الجوفية. لكن في مجال علم الآثار لما استخدمنا التطبيق ده ساعدنا كتير جدا في تجميع بيانات ومعلومات عن المواقع الأثرية بدون إجراء عمليات حفائر. ساعدنا أكتر في فهم أعمق وأشمل للمناطق اللي اختارها المصريين القدماء عشان يعيشوا فيها. لو جينا بصينا على الخريطة الأثرية في مصر هنلاقي عدد كبير جدا من المواقع الاثريه المعروفه، لكن لو جينا ركزنا شويه هنلاقي ان في مواقع كتير جدا لسه لم يتم الكشف عنها. المواقع الاثريه في مصر بتكون متقسمه في مناطق جغرافيه محدده. في مواقع اثريه موجوده في الصحراء، في مواقع اثريه موجوده في منطقه وادي النيل، في مواقع اثريه موجوده تحت البحر. انا كمتخصص في الاثار بالطرق التقليديه ازاي كنت اتعرف على المواقع الاثريه؟ الخريطة اللي قدامي دي خريطة من أيام الحملة الفرنسية لمحافظة السويس. لو جينا بصينا في الركن في الجزء الشمالي فوق في كلمة حصن أو فورت. الحملة الفرنسية أثناء وجودها في مصر كشفت مجموعة من التلال الأثرية. كان في السويس هنا هو في منطقة كوم الكلزم كان في حصن عسكري من عصر الدولة الحديثة بناه الملك رمسيس الثاني.
المواقع الأثرية أغلبها لما جاي أخش الموقع بلاقي مجموعة كبيرة جدا من كسر الفخار، فده بيدل إن في آثار في المكان. أو ممكن الصبح بدري لما أنزل موقع الآثار بلاقي في شواهد أثرية للمباني الموجودة تحت سطح الأرض، في اختلاف في الرطوبة والحرارة، فبالتالي تظهر المباني الأثرية على سطح الأرض، فبيأكد إن في آثار في المكان. مع مرور الوقت ابتدينا نستخدم تكنولوجيا جديدة بتساعدني في الكشف عن الآثار بدون إجراء عمليات حفائر. كل تقنية من التقنيات ديت كانت عبارة عن حاجات محددة بتناسب الأماكن اللي احنا اتكلمنا عنها، سواء الصحراء أو وادي النيل أو تحت المياه. أنا في موقع أثري، خلينا في البداية على الأرض، على سطح الأرض. أنا في موقع أثري وعايز أعرف إيه الموجود تحت سطح الأرض من غير إجراء عملية حفائر عشان أوفر الجهد والوقت والفلوس. بستخدم تقنية من التقنيات اللي بتناسب الموقع الأثري اللي أنا فيه. في النهاية بيكون عندي خريطة للمكان اللي أنا موجود فيه، للمكان الأثري اللي أنا موجود فيه، بيكون فيها جميع المنشآت الأثرية الموجودة تحت الأرض. لو جينا بصينا على أهم التقنيات اللي بنستخدمها في الكشف عن الآثار بدون إجراء عمليات حفائر، هنلاقي بنبتدي بالجيوفيزيكال سيرفي، هنلاقي الجي بي آر أو الجراوند بنتريدنج رادار. فكرة الجهاز بتعتمد على إرسال موجات كهرومغناطيسية لباطن الأرض اللي بتصطدم بالمنشآت أو بقايا المنشآت الأثرية الموجودة تحت الأرض، اللي بتنبعث بعد كده وبتطلع لسطح الأرض، بتستقبلها أنتنة بتخزن المعلومات ديت، بعد كده بيتم التعامل معها عن طريق مجموعة من البرامج. في الآخر بيكون عندي مخطط تفصيلي للمباني والمنشآت الأثرية الموجودة تحت الأرض بدون إجراء عملية حفائر. في النهاية أنا بحدد فين أهم المنطقة في المكان أو في التل الأثري ببتدي أشتغل فيها، فبحقق نتيجة أثرية سريعة. من حوالي 5 شهور ظهرت نظرية على الساحة الأثرية بتقول إن مقبرة الملكة نفرتيتي موجودة خلف أحد الجدران مقبرة الملك توت عنخ آمون، لكن إحنا ما نقدرش نكسر في جدران مقبرة الملك توت عنخ آمون لأن هي حاجة مهمة وموجود عليها مناظر نقوش. فبالتالي إحنا ممكن نستخدم أجهزة استشعار عن بعد، استخدمنا التقنية اللي هي المسح الراداري لجدران المقبرة. النتائج الأولية للمسح الراداري أثبتت إن في فراغ في داخل مقبرة الملك توت عنخ آمون خلف جدارين من جدران المقبرة. الفراغ دوت مساحته حوالي 1.5 متر × 4 متر أو 2 متر على حسب التقنية اللي استخدمت. وزارة الآثار دلوقتي استخدمت من حوالي امبارح كان في مسح راداري تاني عشان نتأكد هل فعلا نتيجة المسح الراداري الأول اللي استخدمت اللي استخدمها اليابانيين كانت نتيجة كويسة. النتيجة بتاعت الجهاز الأمريكي اللي استخدم امبارح أثبتت فعلا نفس النتيجة بتاعت الجهاز الياباني، فبالتالي احنا بصدد كشف أثري مهم في الأيام الجاية إن شاء الله يتعلن عنه. لسه بنتكلم على التقنيات الجيوفيزيكال سيرفي، بنتكلم على جهاز البنياتوميزر. الجهاز ده بيستخدم في المناطق الأثرية اللي هي بعيدة عن أي كتلة سكنية. الجهاز ده فكرته بتعتمد على قياس قوة المجال المغناطيسي للعناصر أو المواد المستخدمة في البناء تحت سطح التربة. الجهاز ده بيستخدم في مسح الأراضي الزراعية. من أهم المناطق الأثرية اللي اشتغلنا بالجهاز ده فيها منطقة ضل ضبع الموجودة في محافظة الشرقية. ضل ضبع ده كان عاصمة الهكسوس الإدارية خلال فترة حكمهم لمصر. المنطقة الأثرية كلها تمتد تحت الحقول الزراعية، فكان بالتالي صعبة جدا ان احنا نعمل عملية تجريف للمناطق الزراعية عشان نعرف ايه الموجود تحت الأرض، لكن تم استخدام جهاز المغناطيسي. في الآخر في النهاية تم الكشف عن المدينة كاملة بدون إجراء أي أعمال حفائر ودون تجريف للأراضي الزراعية. بالإضافة إلى أن احنا عرفنا الطبيعة الجغرافية القديمة للمكان كان شكلها إيه. تم الكشف عن فرع النيل البلوزي اللي كان موجود في المكان، وتم الكشف عن الميناء اللي كان مرتبط بعاصمة الهكسوس في الوقت دوت. لسه بنتكلم على الجيوفيزيكال سيرفي، نتكلم على السايزميك ريفليكشن ميثود. دي تقنية تانية بتستخدم للكشف عن مكان من البترول والكشف عن الطبقات الموجودة في الأرض اللي فيها مياه جوفية. فكرة التقنية دي بتعتمد على إرسال موجات اهتزازية أرضية لبطن الأرض اللي بتصطدم بطبقات فبتنعكس على سطح الأرض مرة تانية، بتستقبلها مستقبلات الجيوفونز بتخزن الكلام دوت وبنتعامل معها ببرامج، فبالتالي بيكون عندي في الآخر خريطة لطبقات الأرض شكلها إيه. التقنية دي نفس التقنية اللي بيستخدمها الخفاش.
الخفاش بيرسل موجات صوتية إلى الفضاء المحيط به، فبالتالي بيكون صورة صوتية لكل شيء بيحيط به في المكان اللي هو موجود فيه. التقنية دي بنستخدمها في المجال الأسري، غالبا بنستخدمها في الأماكن الصخرية اللي بيكون فيها محتمل بيكون فيها مقابر. عملية الطرق بالتن بيكون في مجموعة من الجيفونز موجودة في المكان، فبالتالي بنعرف فين مكان المقابر الصخرية الموجودة في المنطقة دي. من أهم الأماكن الأثرية اللي تم استخدام فيها السيزميك ريفلكشن ميثود هي مبنى الكولوسيوم في روما. لو جينا بصينا على الجزء الجنوبي منه هنلاقي فيه اختلاف بين الجزء الجنوبي والجزء الشمالي. الجزء الجنوبي دايما بيتأثر بالزلازل، فبالتالي في تدمير كبير غير الجزء الموجود في الشمال. عملنا عملية مسح بالأجهزة السيزميك ريفلكشن ميثود، فلقينا إن الجزء الجنوبي اتبنى على المسار القديم لنهر التايبر، فبالتالي عمل أي وجود أي زلزال أو أي حركات زلزال في الأرض بيأثر تأثير جذري على المنطقة الموجودة في الجنوب. نسيب سطح الأرض ونبتدي نبص شوية في أعماق البحار. لو جينا نتكلم عن منطقة خليج بئير، المصادر التاريخية القديمة بتقول إن كان في مدينتين موجودين في المنطقة من أعظم المدن المصرية القديمة خلال العصر اليوناني الروماني. المصادر التاريخية بتقول برضو إن خلال القرن الثامن الميلادي ضرب زلزال قوي المنطقة أدى إلى غرق المدينتين واقتراعهم البحر. الفريق الأسري اللي شغال في المنطقة فريق مصري وفريق أجنبي كشف عن مجموعة كبيرة جدا من الآثار الغارقة في المنطقة. نفس التقنيات اللي استخدمناها على سطح الأرض بنستخدمها بطريقة معينة تحت المية. التقنيات اللي استخدمت هي عبارة عن جهاز الماجنتوميتر وجهاز الرادار. عن طريق التقنيات دي قدرنا نحدد مخطط تفصيلي لمدينه هيراكليون ومدينه كانوب. قدرنا نحدد المنشات المهمه الموجوده في المكان، قدرنا نحدد المعابد، قدرنا نحدد تفاصيل مهمه جدا جدا في حياه الناس اللي كانت عايشه في المكان دوت. الوقت اللي انا موجود فيه دلوقتي في معرض اثار غارقه في موجود في لندن هيتفتح الفتره الجايه. موجود فيه كل القطع الاثريه اللي تم استخراجها من المكان من مدينه هيراكليون ومدينه كانوب. نسيب أعماق البحر ونبتدي نحلق شوية في الفضاء. لو جينا بصينا على أهم التقنيات اللي ممكن نستخدمها، تقنيات الاستشعار عن بعد، هنرجع ورا شوية أيام احتلال سيناء. أيام احتلال سيناء الجامعات الأجنبية اشتغلت في سيناء، عملت مسح أثري للمنطقة كلها عن طريق استخدام الصور اللي بتخطط بواسطة الطائرات الحربية. كشفت عن مواقع كتير جدا في منطقة آثار شمال سيناء، من ضمنها كان في قلعة من القلاع في منطقة تل كدوة. كشفوا عن القلعة باستخدام الصور وحددوا عدد حوالي زيادة عن 300-400 تل أسري في المكان. تقنية تانية تقنية البالون والطيارة الورق ممكن برضو نستخدمها في التلال الأسرية عن طريق التقاط صور في وقت محدد، غالبا بيبقى الصبح بدري في اختلاف نسبة الرطوبة والحرارة، فبالتالي بتظهر المواقع الأسرية بتظهر فيها المنشآت الموجودة تحت سطح الأرض باختلاف درجات الرطوبة ودرجات الحرارة. من الحاجات المهمة اللي ظهرت مؤخرا هي الطائرات بدون طيار. قدرنا نستخدمها في مجال الأسري، وقدرنا كمان نعتمد عليها اعتماد كلي في مراقبة التلال الأسرية وفي أعمال الحفائر والتصوير التلال الأسرية. ودي من أفضل التقنيات اللي استخدمناها وأرخصها في المواقع الأسرية. نبتدي نطلع شوية فوق في الفضاء نتكلم عن الأقمار الصناعية. برضو احنا استخدمنا الأقمار الصناعية وصور الأقمار الصناعية فادتنا كتير جدا، بس مش النهارده، فادتنا من ايام سنة 1958 او 59 لما كان في قمر صناعي اسمه كورونا. القمر ده كان تابع لوكالة الاستخبارات الأمريكية. في الفترة قريبة وكالة الاستخبارات سابت الصور دي، موجودة دلوقتي متاحة ان اي حد يشتريها، فاحنا بنعتمد عليها كأثريين. المنطقة ديت منطقة اقليم قناة السويس. الصور دي بتقطع حوالي اكتر من 60 سنه فاتت. الصور بتوضح مجموعه من التلال الاثريه قدرنا نعتمد عليها ان هي صور عاليه الجوده. قدرنا نفهم الطبيعه الجغرافيه القديمه للاماكن ديت، لان للاسف دلوقتي كل الطبيعه الجغرافيه الموجوده قدامنا في الصور ديت اتغيرت بسبب المشاريع القوميه اللي تمت في المكان. خرائط جوجل ايرث برضه بنعتمد عليها اعتماد كلي في الفتره الحاليه. احنا بنقوم بعمليه الحفاير في المواقع الاثريه، وبعد كده بعدها بحوالي سنه او سنه ونص
بنشوف جوجل ايرث بيصوروا الاماكن الاثريه، فبالتالي بيكون عندنا خريطه واضحه جدا للاماكن اللي احنا تم الكشف عنها او في صدد الكشف عنها. بنفهم فين بالظبط ممكن نعمل حفائر، بنفهم فين بالظبط ممكن نبتدي نشتغل في الموقع الاثري. كمان بنفهم الطبيعه الجغرافيه القديمه. لو جينا بصينا ده موقع اسمه تل اثار دفنه في منطقه الاسماعيليه، الجزء اللي احنا شايفينه المسار احنا شايفينه دوت، ده مسار فرع الفرع النيلي البلوزي الموجود في اقصى الشرق. فبالتالي صور الأقمار الصناعية بتفيدنا جدا في الكلام دوت. من اهم التقنيات الأقمار الصناعية برضه بنستخدمها في المجال الاستشارة عن بعد في المجال الاثري، التصوير بالانفراويد عن طريق الأقمار الصناعية. ده تل صنع الحجر موجود في الشرقية، عاصمة مصر في عصر الأسرة 21. في الجزء الجنوبي من التل تم تصوير المنطقة المحددة ديت عن طريق الانفراويد. الصورة اللي احنا شايفينها قدامنا دي صورة متداخلة، دي مش رقعة شطرنج لكن عبارة عن مباني موجودة تحت سطح الأرض. صور أقمار صناعية ساعدتنا كتير جدا إن احنا نحدد فين ممكن نشتغل، والنتيجة هتبقى سريعة جدا. تكنولوجيا الاستشارة عن بعد دي جزء من مجموعة من العلوم اللي بتساعدنا كعلماء آثار متخصصين في الكشف، مش بس في الكشف عن الآثار الموجودة في بطن الأرض، ولكن في معرفة وفهم الموجود تحت الارض من تراث. مهمتنا كاثريين ومهمتنا كلنا ان احنا نحافظ عليه. في البدايه انا قلت لكم انتوا سامعيني شايفيني، فانا سالت دوت لان احنا كبشر ربنا سبحانه وتعالى ادانا خمس حواس، من ضمنهم ثلاث حواس بنستخدم الاستشاره عن بعد فيهم، اللي هم السمع البصر والشم. في النهايه تكنولوجيا الاستشارة عن بعد ساعدتنا كتير في المجال الاثري، وان شاء الله في الايام اللي جايه هنبتدي نتكلم عن الاكتشاف الاثري اللي هيتم في مقبره توت عنخ امون، وده من اهم الحاجات اللي هي هتساعدنا ان شاء الله على فهم اعمق واشمل للحضاره المصريه القديمه. شكرا.